جسم يعكس كل المشاعر الإنسانية التي يمكن للإنسان أن يشعرها. أي شعور يشعر الإنسان لو وصل لحالة مرضية هيبان بالصورة مرضية لشعور موجود في اللحظة، فالجسم بيستجيب لها على طول وبالسرعة اللي بقولكوا عليها. نحن ما بنعالجش أمراض، ما احنا بنعمل إيه؟ في شعور مضطرب بنطلعه من المرض من التشخيص، وبنتعامل مع الشعور المضطرب ده زي أي شعور آخر. احنا بندرب على ايه؟ بندرب انا مسميش مريض، انا لا اؤمن ان في حد مريض. انا بدرب العميل او العميله ان هو يتعاملوا مع المشاعر دي بشكل مختلف ويفكروا فيها بشكل مختلف. اولا ينتبهوا للشعور، لان هم عاده مش منتبهين للشعور اصلا، بيبقوا عايشين الشعور ومش منتبهين له. اول خطوه ينتبهوا للشعور، تاني خطوه ان هم يبداوا يتعاملوا مع الشعور مش يغيروه، يتعاملوا معاه، يقبلوا وجوده مش يتازموا بيه. تالت خطوه ان هم يختاروا مشاعر جميله بدل ما يختاروا مشاعر يتأزموا بيها. حاجه مثيره جدا وجميله جدا، لانها فتحت عالم جديد للعلاج اللي هو الطب التصنيفي.